يا جماعه انتوا فاكرين منصه ميد جورني؟ ميد جورني دي كانت مجانيه في الاول لكن دلوقتي اصبحت مدفوعه، ودلوقتي هجيب لك بديل ميد جورني وارمي ميد جورني ده على جنب وكمان شات جي بي تي. المنصه دي جامده جدا وكلها مجانيه، يعني مفيش فيها اي حاجه مدفوعه، مش تدفع دولار ولا جنيه. ركز كده معايا ايه اللي هيحصل في المنصه دي. زي ما انت شايف ده شكل صوره، عندي صوره هنا زي الدبابه كده، وفي الشاشه مقسومه نصين، وفي صوره تانية تقدر تاخد الدبابه دي تقدر تعدل عليها على البرامج او بيديك تولز زي ما انت شايف قدامك كده. لكن دلوقتي في الديسكريبشن لما تيجي تكتب عندك مثلا على سبيل المثال انا هكتب هنا دوج، تمام؟ زي ما انت شايف كده كتبت كلمة دوج هيرسم لي شكل كلب زي ما انت شايف كده، واقول له هنا on moon and did walk، مثلا هو بيمشي على القمر زي ما انت شايف كده، ونقول هنا and see cat catch a mouse زي ما انت شايف كده. انا كتبت له هنا دوج كلب هنا بيمشي على القمر وشاهد قطه ماسكه فار زي ما انت شايف كده. هو حاول حتى يجيب لي شكل الرسومات زي ما انت شايف كده بالذكاء الاصطناعي قدامك كده. طبعا في كل كلمه انت بتكتبها وكل حرف انت بتكتبه على طول بيترسم. يعني على سبيل المثال ممكن نكتب مع بعض، هنكتب هنا مثلا دوج وير اسوت اند ايت فيش، طبعا هو بيبدا يرسم لك كل الكلام ده. تعالوا هنا نعرف شرح الموقع ده وايه هو اللي بيعمله وازاي تقدر تكتب اي حاجه انت تتخيلها في دماغك. بس يا ريت بالله عليك حاول تستخدم الموقع ده صح 100%، ما تحاولش تستخدمه في اي حاجه تاذي الناس. يلا بينا كده نبدا الشرح، لكن ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه، عايزين نوصل ان شاء الله ل 100,000 مشترك. ويلا بينا كده نبدا الفيديو. زي ما انت شايف كده هسيب لك رابط المنصه دي موجوده في الوصف او التعليقات، بتسجل عليها عن طريق حساب جوجل، مش مستاهل ان اشرح تسجيل دخول. لكن فكره المنصه دي ان هو بيدي لك بعض الامكانيات انك تقدر تستخدمها بشكل مجاني، وبيعمل جنريت او توليد للصور. طبعا ده بديل لتطبيق ميد جورني او موقع ميد جورني. زي ما انت شايف كده ده كده المنصه. ممكن كمان ان انا استاذنت الذكاء الاصطناعي اللي هو تشات جي بي تي ان هو يبدا يكتب لي سيناريوهات يقدر هو يرسمها. لكن خلي بالك زي ما انت شايف كده انا لما اجي اكتب كل كلمه هو بيكتب معايا كل حرف زي ما انت شايف كده. يعني على سبيل المثال لو وقفت لحد هنا بيبدا يغير لي شكل الصوره، لحد ما اجي اخلص اللي انا عاوزه بيظهر لي الصوره زي ما انت شايف كده. كذلك برضو لما اجي اطلب منه مثلا حاجة تانية، على سبيل المثال اطلب منه حاجة تانية طلبها او قالها لي زي ما انت شايف كده، بيجيب لي هنا برضو اشكال وصور تانية انا محتاجها. برضو الاشخاص برضو بني ادمين، تقدر ترسم كمان بني ادمين باي شكل وباي حال انت عاوزه. هنا بيقول لي هنا زي ما انت شايف كده برضو للفاشن والموضة والحاجات دي. برضو لما تيجي تديله مثلا امر تاني، على سبيل المثال هديله انا الامر ده، بيبدا على طول بيرسم الصوره زي ما انت عاوزها. طب على سبيل المثال مثلا انا عاوز الصوره دي ممكن اقدر اغير في شكلها، بتحولها بقى من كرتون، ممكن تستخدم كرتون زي ما انت شايف كده، او بتستخدم مثلا حاجه في كواليتي عالي شويه. الكواليتي عالي ده بيظهر معاك بالشكل اللي قدامك ده كده، بس نحاول نغير بس شكل الصوره، نحاول نجيب صوره تانيه وبعد كده بنضيف حاجه زي كده. زي ما انت شايف هيحول معايا يعمل جنريت للصوره. برضو بتحول هنا بجوده او كواليتي اعلى، بتحول ل اتش دي هيظهر معاك بالشكل اللي قدامك ده كده، هتحول لصوره عاديه بيظهر لك فوتو او صوره عاديه. كذلك برضو لما تيجي تحول لكرتون برضو هيحول معاك لكرتون عادي جدا لو انت محتاج تعمل شغل انيميشن. طيب ونفترض مثلا ان انا هختار اي شخصيه ثانيه، ونفترض ان اختار اخر شخصيه اللي قالها لي الذكاء الاصطناعي ده، تمام؟ بالشكل اللي قدامي ده كده، ده شخصيه كرتونيه، ممكن اخليها على كواليتي اعلى. طبعا هيظهر لي بكواليتي اعلى زي ما انت شايف كده، ده شغل الذكاء الاصطناعي. طيب دلوقتي انت محتاج تعمل تعديل على الصوره او تعمل جنريت لصوره افضل، تضغط عندك على العلامه اللي قدامك دي اللي هو 1 على 1، وبيظهر لك بقى بيعمل جنريت لصور تانية او بيعمل توليد لصور تانية تقدر انت تستخدمها. كذلك برضو انت محتاج انك تصمم فيديوهات تانية او تصمم صور تانية، مفيش اي مشاكل تقدر تعمل كل الكلام ده. برضو لما تيجي نختار مثلا شخصية تانية، ونختار مثلا الشخصية اللي قدامنا دي كده، تمام؟ نستنى شوية
حولني لكواليتي عالي، ممكن تغير الصورة مفيش مشاكل بالشكل اللي قدامي ده كده، برضو تغير الصورة لشكل أحسن اللي قدامي ده كده. طبعا ده كل ده بديل لميد جورني من خلال المنصة دي، تقدر تعدل عليها وتعدل كمان في الانيميشن أو الستايل الخاص بالمنصة، حتى كمان تقدر تستخدمها انت كصانع محتوى او بتستخدمها انت كمثلا يوتيوبر، ممكن تستخدم الحاجات دي في صناعة محتواك انت، او مثلا الطفل بتاعك او ابنك، او حتى في المجال التعليمي في اي حاجة تخيلية ممكن تكتبها للذكاء الاصطناعي وهو على طول يفسرها لك ويحولها لك لصورة زي ما انت شايف كده. كمان تقدر تعدل على الصورة انك تقدر تضيفها هنا كده، وبعدين بترسم بقى، بتعمل جنريت لحاجة معينة انت محتاج تخليها هنا، ممكن كمان ترسم، ممكن كمان تمسح زي ما انت شايف، اعمل اللي انت عايزه في الصورة. طبعا الصورة بتتغير معاك، لكن المخيف في الموضوع ده ان ممكن ناس تستخدمها بطريقة مش كويسة، طريقة سلبية ممكن تأذي بيها اي حد، لكن بالله عليك انك حاول تستخدم الفيديو او تستخدم الفيديو ده بطريقة صحيحة. طيب دلوقتي في ميزة اخيرة انك تقدر مثلا هنرسم حاجة زي كده، تمام؟ في حاجة اسمها AI Stress، ودي بيوريك قوة الـ AI، يعني حتى انا ممكن امسح الصورة دي عشان ما يظهرش مثلا في اي حاجة. هنا بيوريك قوة الـ AI ممكن تخلي جودة منخفضة جدا بحيث ان هي يكون شكل بدائي، او ممكن تعلي الجودة بتاعتك بحيث ان هو يكون بشكل قوي جدا وبرسومات اقوى. طبعا ده كل ده بيرسمه الذكاء الاصطناعي، يعني مثلا لو جينا نختار الشخصية اللي هي الانيميشن ونرسم الشخصية دي كده، هنخليها مثلا على كواليتي عالي جدا، ممكن تخفض الـ AI Stress اللي هو قوة الـ AI، فبيخليها لك بدائية، وكل ما انت بتعلي الدرجة لحد ما تيجي توصل للشكل اللي قدامك ده كده. كذلك برضو تقدر تغير الصورة عادي جدا بقوة الذكاء الاصطناعي، هيظهر لي يعني الشخصية دي شخصية مش حقيقية، دي شخصية عن طريق الذكاء الاصطناعي. وكذلك برضو تقدر تغير الصورة لصورة تانية بالشكل اللي قدامك ده كده. كده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، هتلاقي رابط المنصة دي موجودة في الوصف او التعليقات. ياريت ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، عايزين نوصل ل 100,000 مشترك، ومع السلامة.